الله الرحمن الرحيم. فقدنا الأب الحنون والوطني الغيور، كان رحمه الله كريما متواضعا، يحب الكبير والصغير، كانت له الكلمة لكل واحد، لو مو جوست. شو نقول لكم، دار ما في وسعه لبلاده ولوطنه، تغمده الله برحمته الواسعة وأدخله فسيح جناته. إن لله وإنا إليه راجع. يفقد المغرب رجلا من أعظم رجالته في الصف الوطني الديمقراطي. السي محمد بوستا منذ نعومة أظفاره ومنذ وعى كان قدره أن يكون ذلك الرجل الذي صقلته الحركة الوطنية وصقله الفكر وصقله أيضا النضال الذي انخرط فيه منذ صغره. لقد استطاع بشخصيته المتنورة والفدة أن يعطي المثل الحقيقي لما يجب أن يكون عليه الرجل السياسي في هذه المملكة. لقد استطاع أن يبلور من خلال مشوار حياته أن الإنسان الفد تصنعه عصامية داخلية، وأيضا الإنسان الفد المعترف له تصنعه الصدق وتصنعه الرجولة ويصنعه أيضا الفكر النير ويكونه أكثر من هذا وذاك، الإخلاص للقيم والثوابت والمبادئ. كذلك كان الرجل رحمة الله عليه، إنا لله وإنا إليه راجعون. أستاذ محمد بوستا المناضل والأمين العام والوزير ورئيس لجنة مدونة الأسرة، عرف عند المغاربة عند الشعب المغربي وأيضا في العالم وفي محطات كثيرة بمواقف مشرفة في عملية بناء هذا البلد. فرحم الله السي محمد بوستا، وأتمنى أن يكون تاريخ السي محمد بوستا من المراجع الأساسية للأجيال الحالية، الجيل الحالي والأجيال القادمة. رحم الله السي محمد. هامة كبيرة من الهامات التي كان المغرب يفتخر بوجودها، وكان له دور كبير في استقلال المغرب وفي تنمية المغرب وفي الدفع بالمغرب قدما إلى مصاف الدول المتقدمة والصاعدة. فرحمة الله عليه، تقبل جهاده إن شاء الله الرحمن الرحيم، ورزقنا من بعده الصبر إن شاء الله، وأن يخلف لنا به خيرا إن شاء الله على بلادنا.